بين الأجيال. الجزاء جمعية المعالي هي جمعية وطنية الآن منتشرة في أكثر من 40 ولاية. أيها الأحبة الكرام، اليوم بفضل الله عز وجل تم افتتاح مقر جمعية المعالي المكتب البلدي بيت بو عرفان. هذه الجمعية التي تربينا، هذه الجمعية التي تخدم المجتمع بإذن الله تبارك وتعالى، نتمنى لها أولا وآخرا التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى، وبارك الله فيكم. تكليف من المكتب البلدي، كلفوني رئيس جمعية المعالي للعلوم والتربية فرع بلدية بو عرفة، نشاطها تربوي علمي تربوي. نوجه نداء للشباب بلدية بو عرفة القطيعين، بلدية بو عرفة، ببال الجمعية مفتوحة لهم إن شاء الله. هذا جمعية المعالي التربية والعلوم، أهدافها التربية والعلوم، الأساس صلاح المجتمع هي التربية. احنا نسعى إن شاء الله نربي المجتمع كبارا وصغارا، رجال ونساء، وما ننساوش الجانب العلمي اللي راح ندخلوا فيه قوة إن شاء الله باش نكونوهم علميا. بمناسبة افتتاح المقر هذا المكتب البلدي بو عرفة، أنا صفتي مستقل بالشباب على مستوى المكتب البلدي للمعالي، رانا نأطرف الشباب هذا من كل الجوانب، الجانب الأخلاقي الرياضي الثقافي العلمي التربوي الديني، كذلك الجمعيات النشطة على مستوى البلدية سوف تؤثر من الجانب الإيجابي على هذا الشباب، لأن الشباب هذا راهو كما نقولوا شوفوا راهو ضايع شوية، راهو الجهة الأخرى احنا ماذا بينا نجبدوه لنا ونأطروا أحسن تأطير علميا تربويا وأخلاقيا لذهابه إلى بر الأمان، وربي يوفقنا إن شاء الله لذلك. الجمعية هذه للشعار تاعها التربية والتعليم، هذا التربية اللي جاء بها الإسلام، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدتها هذه الجمعية اللي نسأل الله تبارك وتعالى لها كل التوفيق والسداد، نسأل الله تبارك وتعالى لها أن يوفقها في أداء هذه الرسالة وتبليغ هذه الرسالة، وخاصة للشباب والأطفال. أين راكب الفاتح؟